انتهاء الاستماع للنيابة العامة بخصوص ملف العشرية بعد نحو أسبوع من نهاية مرافعات دفاع المشمولين في ملف العشرية. فقد أعلنت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد أنها أنهت الاستماع لردود النيابة العامة على المرافعات، إضافة ل13 محاميا من أعضاء هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ول عبد العزيز ووزيريه الأولين السابقين يحيى والحدمين ومحمد سالم للبشير. وتحدث خلال الجلسة 10 محامين من دفاع الرئيس السابق، فيما تدخل محاميان من دفاع والحدمين ومحامي من دفاع ول البشير، وذلك قبل أن يمنح رئيس المحكمة القاضي عمار والمحمد لمين ممثل النيابة العامة لتقديم ردوده على المرافعات التي قدمت خلال الجلسات الماضية. وأنهت المحكمة جلساتها على أن تستأنفها في الأيام القادمة، حيث ستواصل الاستماع لردود دفاع بقية المتهمين قبل أن تصل مرحلة الاستنطاق الأخير للمتهمين، وهي آخر مرحلة قبل المداولات تمهيدا للنطق بالحكم. ويأتي انتهاء مرحلة الاستماع للنيابة العامة بعد أزيد من أسبوع من اختتام مرافعات دفاع المشمولين في ملف العشرية. وكان آخر تلك المرافعات الوزير السابق طالب عبد الفال والمدير العام الأسبق لشركة الكهرباء محمد سالم وإبراهيم فال الملقب المرخي ورئيس منطقة مواذيب الحرة سابقا محمد الداف، بالإضافة لدفاع رجل الأعمال محمد المصبوع. وكانت النيابة العامة طالبت في ختام مرافعاتها أمام المحكمة في جلسة سابقة بسجن الرئيس السابق محمد ول عبد العزيز 20 سنة ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي وغرامة مالية بضعف المبلغ المحجوز لديه.